إلى بداية منصور، كم من الوقت أنت متواجد هنا في إسرائيل، ولماذا قررت بأن تتعلم في جيل كهذا في البلاد؟ نعم، شكرا. أولا أنا في إسرائيل الحين تقريبا أسبوع، وقراري كان من قرار أولياء أموري، هم أصحاب السمو وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقية حكام الإمارات. عندنا شيء مهم نحن جدا في الإمارات، هي أن إذا الحاكم أو ولي أمرك أعطاك الطريق نحن نمشي فيه، فهذا اللي استوى بالفعل، وحكامنا أعطونا الطريق للسلام مع إسرائيل، وهذه كانت فرصة لي أنا أني أقدر أساعد حكومتي فيها، وأنا فقط عمري 19 سنة فما أقدر أساعد فيه كثير، لكن أنا الشيء اللي أقدر أساعد فيه هي الدراسة، وذلك أنا قررت أني أجي إلى إسرائيل وأساعد حكومتي وقيادتي على أنهم يأخذون لايف برسبكتيف أو مثل منظور حياتي معين من إسرائيل. نعم، ويعني بغض النظر عن طبعا ما تشعر به من ناحية يعني حكومتك، ولكن أنت كمنصور ما هو شعورك عندما وصلت إلى إسرائيل وأنت تتعلم في مدينة هرتسلية في جامعة آي دي سي؟ في الحقيقة أخوي أنا إحساسي ومشاعري كلها تنطبق تحت إحساس أولياء أموري وحكامي. إذا حكامي فرحين أنا فرح، وإذا مش فرحين أنا مش فرح، فأنا إحساسي ومشاعري كلها تنظر إلى الـ opportunities، إلى الفرص اللي أقدر أحصل عليها أني أقدر أساعد حكومتي. وإذا أقدر أساعد حكومتي هذه الشيء الوحيد اللي يجعلني سعيد. صحيح أنت أسبوع فقط في جامعة آي دي سي، ولكن كيف هي الأجواء هناك؟ كيف يتقبلونك؟ كيف ينظرون إليك أيضا من ناحية أنك أول طالب إماراتي وربما هذا الزي المتعارف عليه بطبيعة الحال في الإمارات، ولكن هنا ليس بالكثير، كيف ينظرون إلى كل هذه الأمور؟ ينظرون إلينا الحمد لله بكل احترام وكل تقدير على هذا الجهد اللي نتبع نحن أن نحضر السلام والاستقرار للمنطقة. فكل من شفته أنا على الشارع وكل من تعرفت عليه في إسرائيل جدا محترم وجدا مساعد وجدا مشجع على هذا القرار، والحلم أن كلنا نعيش باستقرار وازدهار معا إن شاء الله. ربما أنت تتطرق هنا إلى الإسرائيليين اليهود المتواجدين في الجامعة أو في الشارع، هل كان لك أي تواصل مع العرب الفلسطينيين المتواجدين في داخل إسرائيل، وكيف كان الانطباع؟ نعم، الحمد لله زرنا الجامعة آي دي سي في هرسلية وشفنا كثيرين من العرب الفلسطينيين في الجامعة، وكلهم كانوا مشجعين وكلهم كانوا محبين لهذه الفكرة، وهذه ما توقف بس على العرب الفلسطينيين لكن العرب في الشرق الأوسط كله. فهدفنا نحن هنا اليوم إن شاء الله أن نجمع العرب في الشرق الأوسط على أنهم ينظروا إلى السلام وإلى الازدهار لمنطقتنا ولشعبنا، وإن شاء الله لن نستقر. نعم. ومخططاتك في النهاية، كم من الوقت سوف تمكث هنا في البلاد، ويعني اللقب الذي تنوي أن تخرج معه في نهاية الأمر؟ أنا إن شاء الله أدرس حاليا في الباتشلرز ديجري ويأخذ تقريبا 3 سنوات. نعم. لكن بعد الباتشلرز ديجري ان شاء الله ناخذ الماسترز والبي اتش دي وعلى للعلا ان شاء الله. نعم. وايضا في اسرائيل ام في اماكن اخرى؟ حاليا في اسرائيل، وان شاء الله نتطوق الى ندرس في اسرائيل اكثر. نعم. اكثر. شكرا لك منصور بن شامخ على تواجدك معنا في هذه المقابله، وبالتوفيق في طريقك الجامعي. ربي يوفقك جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا.